الجرامر بتاع النهاردة قاعدة سهلة جدا جدا جدا، وبتستخدم أساسا لتأكيد الكلام أو نفيه. يعني أنا مثلا ما أجي أقول لك إيه، أنت رحت إمبارح المدرسة مش كده؟ مش كده ديت هي الدرس بتاعنا اللي هو عبارة عن إيه؟ لأن أنا بأكد معاك الكلام أو بنفيه، يعني بقول لك مش كده فأنت تقول لي إيه؟ آه طبعا رحت، لا ما رحتش، فاهمني؟ فهي دي باختصار اللي هو إيه؟ السؤال بيسميه كويستشن تاج، كويستشن تاج، وهو بيسميه بالعربي السؤال مذيل، يعني كلام في اخر الجمله او في اخر الاستفهام، وانا باكد بيه زي ما قلنا الكلام اللي انا بقوله. يعني بيقول لك ان يتكون السؤال مذيل من الفعل المساعد، ودي هنرجع ليها لازم. ايه هو الفعل المساعد؟ عندنا خدناهم اربعه زمان لو فاكر، قلت لك الاربعه دول verb to be، verb to have، models للافعال الناقصه، و verb to do. وانا بقوله بنفس الترتيب ده اللي هو ايه، هستخدم verb to be أو verb to have أو فعل ناقص و verb to do في الآخر خالص. إزاي هنقول؟ أو الناقص هو ضمير الفعل تاني، يعني هكونه من حاجتين بس، فعل مساعد أو ناقص، ده حاجة، الاتنين دول واحد، وضمير الفعل مش اسم الفعل، ما بجيبش هنا أسماء خالص، بجيب إيه؟ ضمير فقط. فهنا شكل الجملة، لو جملة مثبتة هعمل فيها فعل مساعد أو ناقص منفي وضمير الفعل. طب لو هي أصلا جملة منفية هتعمل فعل مساعد أو ناقص مثبت وضمير الفعل، هنقول إزاي برضه؟ ده كل ده انا بقوله في الشكل العام بتاعها. السؤال مذيل يضاف لنهايه الجمله بهدف التاكيد على الكلام زي ما قلت لك. الجمله المثبته يضاف لها سؤال مذيل منفي، والاجابه المتوقعه هي يس. يعني ايه بالعربي كده؟ لما اقول لك ايه، انت رحت المدرسه امبارح، بتقول لي ايه؟ اه معناها ايه؟ رحت المدرسه، مش كده؟ لكن بالنسبه للانجلش بقول لك ايه، اليس كذلك؟ اليس كذلك، انت خدت ليس في النفي، فبقول لك إيه؟ اليس كذلك، المفروض تقول لي ايه؟ بلى. في العربي تقولها بلى. بلى امتى؟ لما يكون انت بتسال سؤال منفي، بتقوله بلى بمعنى اه، فاهمني؟ فهنا نفس الكلام في الانجليش، المفروض ان انت بتقول له ايه، ها did you go to school yesterday، ها مثلا يعني كسؤال. بتقول yes I did او no I didn't، صح كده؟ لكن تيجي ازاي سؤال مزيل بقى، يقول لك ايه، you went to school yesterday didn't you، you went to school yesterday didn't you، فانت تقول له ايه، ها yes I did، ها no I didn't. فيس معناها لا، يس معناها لا، يعني انا بقول لك انا ايه، انت رحت امبارح المدرسه مش كده؟ فانت تقول لي لا، لا معناها ايه؟ يعني اه. فاهم حاجه؟ هقولها لك دلوقتي. الجمله المنفيه يضاف لها سؤال مذيل مثبت، والاجابه المتوقعه هي ايه؟ هي نو. طيب الافعال المنفيه في السؤال المذيل لابد ان تكون دائما مختصره. الفعل في السؤال المذيل لابد ان يكون ضمير. اللي يهمك في ده كله يا ابني الاولى والرابعه والخامسه، هركز في دول بس، يعني دول ايه ما بيهموكوش قوي. بص مثال بسيط قوي، لما اقول لحضرتك ايه اتس هوت توداي، ركز معايا، انا بستخدم بس ايه، اقول لك ايه الضمير والفعل ده، الضمير والفعل ده، يعني مش دعوه بقيه الجمله، بقول لك الجو حر النهارده مش كده؟ طب هنا اتس انت خدتها زمان بتبقى اما از او هاز. اما از او هاز بعرفها منين؟ لو وراها صفه زي ديت يبقى از، يكون الجو حر النهارده مش كده؟ فانت بتعملها ازاي؟ بص جبناها ازاي؟ isn't it؟ isn't it ديت تقول لك كل اللي هي واحد وثلاثه، واحد واربعه وخمسه، اللي هي اول حاجه ايه؟ بستخدم الضمير الموجود هو it، والفعل هو موجود هو عندي ايه؟ is، والجمله مثبته ما فيهاش نفي اهي، تخليها منفيه، ومنفيه مختصره. بص تاني بقى اللي انا قلته، السؤال المذيل يضاف لنهايه الجمله بهدف التاكيد على الكلام السابق، يبقى لك هنا ايه؟ it's hot today، الجو حر النهارده، ها؟ أليس كذلك؟ يبقى أنا بأكد الإيه الكلام، فأنت هتقول إيه؟ ها؟ يس أو نو، حسب الإيه المعنى بتاع الجملة. طيب، الأفعال المنفية في السؤال المذيل لابد أن تكون دائما مختصرة. طب، النفي هنا قلتها إيز نوت ولا إيزنت؟ أنا قلتها إيه؟ إيزنت، يبقى هنا فعل يكون إيه مختصر. الفاعل في السؤال المذيل لابد أن يكون ضمير، يعني هنا إيه؟ لو مثلا أحمد أو علي أو بتاع، ما تقولش إيه إيزنت أحمد؟ إيزنت علي؟ لأ، تقول إيزنت هي. يبقى انا بجيب الضمير مش بجيب الايه؟ الاسم. فانت بتجاوب هنا تقول ايه؟ It's hot today، هي الجو حر النهارده مش كده؟ اليس كذلك؟ وتقول ايه؟ Yes it is، ايوه طبعا هو ايه؟ ها حار. طيب the manager arrived late، ها the manager arrived late، قول لي الله فين الفعل يا مستر؟ اقول لك هنا القاعده بقى تقول لك ايه؟ لو في عندك verb to be في الجمله استخدمه، اللي هو ايه verb to be ده؟ am is are was where، مفيش. طيب في verb to have has had؟ لا. طب في فعل ناقص اللي هو المودل، shall should can could will would الحاجات ديت؟ لا. يبقى فاضل ايه؟ verb to do. وذلك انا قلت لك حته هنا، قلت لك الافعال اللي انا بستخدمها، ها verb to be، verb to have، فعل ناقص، ثم ما لقيتش بجيب verb to do، دي اللي انا بقوله لك، بقول لك عليها
اخر حاجه بفكر فيها فيرب تو. طب هنا فيرب تو دو موجود، مين هو دو اصلا؟ دو داز ديد. طب هنا الجمله في الماضي بجيبها ديد. تاني الكلام ده يا اولاد، الجمله ببص عليها في فيرب تو بي، ام از ار ووز وير في از استخدمته، تمام كده؟ لا مفيش هنا، يبقى اقولها ايه؟ هاف هاز هاد، مفيش. شال شود كان كود ويل وود مي مايت ماست هاد تو، مفيش، يبقى فيرب تو دو. طب في زمن ده اللي هو ايه؟ ماضي، يبقى استخدم ديد. طب الجمله مثبته ولا منفيه؟ مثبته، خليها منفيه، يبقى didn't، مظبوطة؟ مش did not، didn't، منفية مختصرة. ثم الضمير بتاع ده المانجر تنفع مانجر هي ومانجر شي، فبنغلب الجملة ان هي ايه؟ بتبقى دايما للمذكر، فهو didn't he، didn't he، يبقى المانجر وصل متأخر، مش كده؟ خلاص كده؟ يبقى مثلا yes he did. طيب أحمد won't come to the party، مين won't؟ هي دي بقى ايه؟ بداية الايه؟ الاختصارات اللي هي بتعتبر من الشواذ يعني. want انت عارف اخدتها قبل كده في future اللي هي will not، will not، فبالتالي بقول لك احمد won't come، مش هيجي للبارتي، مش كده؟ فجبتها will he، فسرها لي بقى يا عم الحاج. ها جبتها منين will he؟ فسر كده. ايوه طبعا will he، لان اصلا انا قلت لك الجمله بتكون ايه؟ منفيه، صح؟ ومنفيه يبقى الجمله لما اجي اعملها في ال اللي هو السؤال المزيل بخليها مثبته. فانا قلت ايه؟ احمد مش هيجي الى البارتي، مش كده؟ فجبت ويل على اساس ان هي دي منفيه فخليها مثبته، وجبت منين هي على اساس ان هو احمد، فقلت لك انا ما بستخدمش ضمائر، ما بستخدمش اسماء، بستخدم ايه؟ ضمائر فقط. خلاص؟ طيب صلاح hasn't bought a car، has he، جبتها منين has he؟ ها بص كده عليها برضه، ها hasn't موجوده اهي، فبالتالي دي منفيه هخليها مثبته، وبدل الاسم عندي بحط الضمير، خلصت يعني، مش محتاجه يا اولاد حاجه. طب قول لي الله، طب ما في بوت يا مستر، ما دي ممكن اجيبها ماضي. لا يا حبيبي، لما يكون عندك هاز هاد هاد هاز هاف هاد موجوده ورا تصريف ثالث يبقى بستخدم الفعل الاولاني مش الثاني. التعامل دائما في الانجليش مع الفعل الاولاني وليس الثاني. فقلت هنا ايه؟ صلاح هازنت بوت ما اشتراش عربيه، مش كده؟ ها هاز هي، خلاص كده. دي القاعده اللي هي شكلها العادي. يبقى انا بعمل ايه؟ بضيف الفعل في النهايه عشان باكد على الكلام، وبعدين بخلي الفعل المثبت منفي وبخلي الفعل المنفي مثبت، فبالتالي بعكس الايه؟ الجمله. الفعل دايما بيكون ضمير وليس الاسم، يعني الاسم ما بستخدموش خالص زي ما احنا شفنا. طيب حاجات بقى ايه؟ بعض ملحوظات ما تهمكش قوي كلها، يعني انا ركز معاك على اهمهم، حتى لو انت في ثانويه عامه يعني ما بيجيش الحاجات دي كتير يعني، بس ايه؟ تاخد بالك من اهمها. الجمله اللي تحتوي على neither، لا، nor، neither nor اللي هو ايه؟ لا ولا، ما بيجيش كتير. seldom، نادرا. hardly، ها تدي معنى نفي يعني. really، نادرا. never، ممكن طبعا تيجي. تعتبر جمله منفيه، وطبعا ايه؟ لازم يكون الفعل بتاعك مثبت طبعا. طب اذا جت its فقال لك ايه؟ لو بعدها تصريف ثالث هستخدم has، لان احنا قلنا فوق ان its تنفع it is و it has، فبعرفها منين؟ قال لك لو لها تصريف ثالث يبقى ديت has، يعني تبقى كده it's gone bad. ها hasn't it، جبت منين hasn't؟ عشان وراها gone تصريف ثالث من جوه، يبقى هنا دي مش ايه؟ مش is دي has، يبقى بعملها ايه؟ hasn't it. خلاص. طيب its بقى اجيب بعدها اي جزء من اجزاء الكلام غير التصريف الثالث نستخدم is. انا قلت لك بيجي غالبا وراها ing، وراها صفه، ماشي، بديت ايه؟ ازاي؟ it's fine today، الجو جميل النهارده. isn't it، اليس كذلك؟ يبقى بتكلم على انها its is. طيب اذا جت I'd برضه نفس الكلام، بعدها مصدر يبقى ديت ايه؟ wouldn't، لان would دايما وراها مصدر. زي I'd go alone، wouldn't I، طبعا قلنا جبت ايه؟ would. طيب اذا جت بقى بعدها تصريف ثالث يبقى ديت had، زي ما قلنا has وراها تصريف ثالث برضه had، يبقى وراها تصريف ثالث. I'd sent the letter، hadn't I، جبت منين had؟ قلنا دي بختصرها ها الى دي، لان وراها تصريف ثالث يبقى ديت ايه؟ had مباشره. طيب الشاذة بقى الكبيرة قوي اللي هي دايما بتيجي، اللي هي الحتة دي. لو قلت لك I'm a teacher، أقولها إزاي؟ كسؤال مزين. قال لك حطها aren't I. حاجة اسمها aren't I؟ يعني I بتاخد R؟ لا، قال لك دي شاذة، لأن المفروض أقولها إيه تبع القاعدة؟ قلتها I'm a teacher. أمنت I؟ المفروض تبع القاعدة أمنت I، مش اسمها أمنت، فقال لك إيه؟ خليها aren't، يعني أشك شوية. مش لشيء يعني، بس إيه شكل إيه؟ يعني سيمترية يعني. طيب لو قلتها العكس بقى I'm not، تخليها am I عادي جدا. طب اشمعنى؟ يعني I'm not a doctor، am I؟ قال لك النطق عادي خالص ما فيهاش أي مشكلة، لكن ديت إيه؟ am انت I، ما تجيش am انت، فقال لك خليها aren't I.
صح كده؟ لكن العكس لا، I am not a doctor، am I؟ سهلة ما فيهاش مشكلة، يبقى مسألة نطق فقط، دي ممكن تيجي. هبدأ جملة فيها let's. let's أنت عارف بمعنى هيا، وطبعا لما أتكلم على هيا بكلم مين؟ let's يبقى هيا نحن، دي المقصود بها كده، فأقولها إيه؟ shan't we أو shall we؟ ده بتعبر عن اقتراح، يعني بقولها كده let's go swimming، يلا نروح نعوم، shall we؟ ماشي؟ shan't we؟ نفس المعنى، بس هاتها دي يعني احفظها إن هي shall we دائما يعني. طب let us، دعنا، دعونا، يكون السؤال مذاير بإيه؟ will you و won't you؟ يا دي يا دي، ودايما برضو خليها will you. يعني let us go swimming، ها will you؟ ماشي؟ احفظها دايما، أي فعل أمر هتبدأ بيه خليها إيه في النهاية؟ will you بس، أي فعل أمر، يعني مثلا أقول لك إيه؟ فرضا يعني stand up، will you؟ sit down، will you؟ don't come late، will you؟ don't مش عارف إيه؟ will you؟ يعني خلي الفعل أمر ده من نهايته إيه؟ will you عشان تحفظ حاجة واحدة. اللي بعدها دي ما بيجيش، يعني this أو that لما تيجي بتبقى إيه دايما إيه تعيد عليها، يعني this is my car isn't it، يعني this بحولها إلى إيه، ما بقولش طبعا isn't this ما ينفعش. ونفس الكلام في these و those، بتكلم على جامع بخليها they، these are mine دول بتوعي، aren't they مش كده. طب there بقى تضعها نفسها بدلا من الضمير، يعني إيه there is a car over there، في عربية هناك، isn't there ما بيجيش، يعني أنت بس إيه تاخدها ك معلومة. إذا كان الفعل nothing لا شيء، something شيء ما، ها everything كل شيء، هترجع برضو لكلمة it، يعني nothing was there فيش حاجة هناك، was it ماشي ما بيجيش، يعني no one nobody someone somebody everyone everybody هتخليها على they، جمع إيه الكلمة دي، يعني everyone watched the match didn't they، ماشي ما بيجيش برضو. verb to have إذا جاء فعل أساسي نستخدم do أو does، يعني everyone had a special uniform، هنا had هل هي فعل ناقص يعني بمعنى سوري فعل مساعد يعني ولا تصريف ثالث؟ لا، يبقى ده فعل اساسي، يبقى بستخدم معاه did كانه اي فعل، يعني كانه so كانه went كانه helped كانه اي حاجه في الماضي، فبستخدم معاه ايه كلمه did عادي جدا. طيب اذا كانت الفعل امر زي ما قلت لك استخدم will you او want you، يفضل يعني will you دائما. need يعني ما بيجيش كتير. قالك إذا جاءت في الإثبات خلي الفعل المزايد بتاعك don't، يعني we need your help badly، محتاجين مساعدتك جدا، don't we ما بيجيش كتير. needn't بستخدمها need، يعني they needn't take a taxi، ما كانش محتاجين taxi، need they ما بيجيش. dare يجرؤ في الإثبات نستخدم don't، زي they dare to go without guns، don't they ما بيجيش، daren't وبرضو dare، أنا استخدمت الإيه اللي هي الأهم، ف هتلاقي دايما يعني حاجات كتير بتيجي وفي حاجات نادرة. طيب كلمة used to عارفينها بمعنى اعتاد، أن طبعا ده في الماضي فبالتالي هستخدم didn't، يعني مول ايه I used to play football didn't I، ماشي دي ماشي يعني تيجي. طب must have تصريف تالت ما بيجيش، يعني ايه ما بتعبش دماغك بحاجة بحيث ان هي ايه، يعني بنفضل دايما الحاجة اللي خاصة بالجرامر بالقواعد اللي هي مهمة. حاجة أخيرة إذا جاءت صفة منفردة نستخدم isn't it، يعني ايه ما اقول مثلا ها funny isn't it، يعني ايه دي، يعني مثلا جمله حد قالها ها good isn't it bad isn't it، يعني صفه لوحدها بس فبستخدم بدلها ايه كلمه ايه isn't it. فمثال الدرس سهل ما فيهوش اي مشكله، باختصار بتعكس الفاعل مكان الفعل والفعل مكان الفاعل، بتخلي الفاعل ضمير ما بتخلوش اسم زي ما هو، اذا كانت جمله مثبته خليها منفيه والعكس، ويكون النفي بشكل مختصر مش شكل ايه كامل. دي الايه القاعده اللي هي خاصه بالفعل اللي هو في النهايه اللي احنا بنسميه question tag. شكرا.